صباح الخير، أنا صوتكن لدى الغرب. هالرسالة ليش بدي أعملها اليوم؟ في عنا ثلاث شغلات بدنا نحكي فيه. المنطقة، ميشيل عون خطوبه اليوم بيدعي اللبنانيين لمساعدته بالفساد، واللي بيدعي الخبث والكذب والاحتيال والماكيافيلي وإنه هو بيقرأ كتاب كذا. كريم بقردوني شو قول اليوم بالمقابلة على الام بي في توضح على لكم، والحكومة اللي بدين يجيبوها حكومة الزل والعار، ورح اشرحها كيف. اولا ميشيل عون انه اليوم ساعدوني يا لبنانيين على الفساد، انت وبناتك واسهرتك الفاسدين ومرتك، انتو سرقين المال العام بلبنان، بيصقفولك بيهوبرولك بتضرب بترك بتشتاح المنطقة المسيحية لمصلحتك وبتدبح الناس. هيدي كلها شغلة بتخصك، انت انسان ني فوا ني لوا ني مورال ني دنيتي، شايل جلد طيزك وحطتها عوجي، مصلحتي قبل كل الناس، أرزي مرزي جبل ما جبل، جبلنا منبقى هون بكركي ما بكركي ما بيعني شي لعلي. إذا هذا أنت ميشيل عون، شئت أم أباب العالم الغربي كله بيعرف الشي عنك، احكي اللي بدك يبقى. كريم بقردوني عم تسأله اليوم أنه الحكومة كيف بلش، يا لطيف يسير من هون. أهم شيء اللي بده يمرقهم إنه السنائي الشيعي، شو هالعقل الكبير بالعلوم السياسية، هالوحدة يتعلموا كلن كيف تتمثل بحسن الرعب والإرهاب ونبيه بره اللي حافظ الأسد عمله وعمل اللي بده يعمله. بس بالمقابل شو؟ دبح المثقفين بالدرجة الأولى بالعائلات الطائفة الشيعية الكريمة وبالمتعلمين، زلن المتعلمين علوم عالية، هيدي هي ضربه انه هو الشاطر كريم بقردوني. ثلاثة، يا حرام شو هالبرو وومن، يا حرام هالزلمي هالفكر كريم بقردوني، هالعقل اللي حملها من الأمم المتحدة إلى واشنطن، باريس، لندن، ملبورن، سيدني، ما بعرف وين، استراليا، هالعواصم. دخل كن شو عاصمة سيدني عاصمة استراليا، وإنه المرأة وبدو المرأة. ليش بدو المرأة بالباطنية من جوا من عنده؟ لأنه ميشيل عون بدو يعمل بنته وزير. يلا طيب ويبروتي قرب عليها إنه وي ابدا مره وبيعمل لك بايده هيك، يعني هالسفيله وحده بيوسخ بيبزق علي. اثنين، ولايته، شو عم بقول انا دوما؟ نحن بدنا سايكس بيكو جديد، تعلمت كلمه جديده، مش انترناشونال اوردر، بدنا اسرائيلي سايكس بيكو أو أوردر لمنطقة الهلال الخصي. بيقول ولايتي إنه بدني أصمو سوريا إلى 5 دول، وأهلا وسهلا فيه. أنا لو المعارضة السورية بطرح اللي عم بقوله أنا، إنه نحنا بدنا أوردر سايكس بيكو جديد لهالمنطقة، ما بقى نتعيش مع بعضنا. العراق 3 دول، الكرد لهم حق بدولة، بدني يعطوا السنة دولة ما بعرف بجوز، والشيعة دولة 3 دول. 5 أهلا وسهلا وليش لا، ولبناني فكفكوه. ايه صحيح، لانه اولا برجع بكرر انا لبناني ومن هالجبال، وقفوا على كل واحد يوقف حدوده. شو هي لبنان؟ شو كان لبنان؟ جبل الدروز وجبل لبنان، يعني الجبل المسيحي ما بدني يسموه، الأقضية الأربعة للسوريين، وجنوب لبنان لليوم دولة إسرائيل. يمكن قبل كانت للرومان للبيزنطيين، لا بس بالأساس كانت، ما كان فيه إلا الدين اليهودي، وهالناس الموجودين هونيك كانوا يهود. إذن لنهر الأول ما العلاقة فيه؟ هلا شو بيقوله؟ إنه التمبل اللي موجود بصيدة على حدود صيدة على النهر الأول، يعني إنه هذا فينيسي، مش صحيح، يهودي، شئنا أم أبينا هذا الواقع. ولايتي ايه هذا اللي بده اياه، هني هذا اللي بدهن اياه. بس شيل اكيد الاكيد،
ريد ميليبس اسمعوا كثير منيح، ايران بدها تفرض كمان وتركيا بدها تفرض كمان، كل بيقلكن لا قولوا له كذا، هاي المنطقه كلها بدها تتقسم، شعوب ما بقى تعيش مع بعضها، شو بتعملوا بتتركوهم يضلوا قتلوا بعضهم ويدبحوا بعضهم؟ اذا نخلصنا شو هي الحكومه؟ حكومه الذل والعار اللي بدهم يعملوها، نفس الشيء اللي كانوا اهلهم بدعم النظام الارهابي بسوريا، حوتتن وزراء وسرقوا المال العام اكتريتهم، واقلية منهم بيضت العملة بمؤسسات المالية، بدن يجيبوهن ويحطوهن وزراء، مش بس ان سرقوا هالمال للشعب اللبناني يتنعموا فيه بوجهه، هي كلها سوى. شو الحل؟ الحل اثنين، الشعب اللبناني بينتفض، ما بدكن تنتفضوا، ما بتعرفوا تنتفضوا، هاي شغلة بتخصكم، بتعيشوا أزلام عندهم ما بتتطورة. اثنين، اللي أنا هنقوله بدكن ترددوا، وزير خارجيتنا هنري كيسنجر كان يقول العرب بيحبوا الألفاظ process of the peace، خلوهن يرددوه. بلش أنور السادات إن عملية السلام هذه كنت رددوها، أنتوا بكنت رددوها، بدنا سايكس بيكو أوردر جديد إسرائيلي لدول الهلال الخصيب، تقدروا تحموا حيلكم، تعطوا حظ لولاد كان يكون الاندار، لأنه كل اللي عملوه وسرقة المال العام، وبرجع بكرر بمعامل شكة والأدوية، ففساد الأدوية اللي هي رفعت هالكمية السرطان بدولة لبنان، هاي دي جريمة ضد الإنسانية، وبدو ينفتح الملف على علمي اللي سمعته في محاميين بدهم يتقدموا فيه قاعدين برا، هيك اللي فهمت لما شفتهم بجنيف، لأني شفتهم عند الفرنساوي بهالقصص. طيب شغلة، حزب الله شو بده؟ حزب الله كتير بسيطة يا أخوي، حزب الله بيعتقد انه هذا حقه إلهي، تبوها بكنت تسمعوا للكلمة شو بيقصد فيها، حزب الله حقه من عند الله إلهي انه يحكم لبنان، طريقة إيران وطريقة حافظ الأسد اللي استاذ فيها انك المسؤولين اللي اندن عزوي بلبنان بتخليهن يدخلوا على الفزاد تيصيروا مزلولين بهالمال اللي اخدوه، بتعطيهن مركز، اذا المال والمركز بيصيروا مزلولين وراكعين عندك. بهالعصر الحديث هذا شو بده حزب الله؟ اسمعوا كتير منيح، بهالعصر الحديث عصر التكنولوجيا عصر الفضاء، ما في حل لهالكرة الارضية الا من الفضاء، بدو حزب الله يردكم إلى عصر نظام الرعب والإرهاب، نظام حافظ الأسد وأولاده والنظام الملالي بإيران، إنه الله عطوهن هالنعمة. الأنظمة هال جلبوا لللبنانيين الفقر والدمار والسوريين والدماء، هيدي هي كلها سوا. المنظم الإرهابي حزب الله بيدعي إنه هو الله، الله من فوق عطوها الحق تيحكم لبنان، فمبروك لألكم بهالحكم، شكرا تاتكم ولايتي. هلا عم بيردد الكلام خمسة وخمسة، انتو فتوا فيها بالأساس تتقسموا المنطقة بس بالمقابل راح عند قلت لكم اياها بالفيديو الصبح وبكفيها بكلمه بسرعه، روح عند بوتين ومعه رساله بالحرف الواحد رح بسط لكم، هي نحن خرطوش فردي، نحن الجزمه تبعك، نحن الجزم تختي تلبسها انت، بس تسقط لنا نظامنا بايران وشو بتريد بامريكا، احكي مع الرئيس ترامب ونحن هالكلام ملتزمين فيه تجاهك، بس دخيلك لتسقطوا لنا نظامنا حتى يضلوا حاكمي. وهول نفس الشيء اللي حط محافظ الأسد هلا عم بيجيبوا أولادهم، هني نفس الشيء
اعمل اللي بدك اياه بلبنان، اعطينا نستفيد بالمال واعطينا الوجاهه حتى نضل نواب ووزراء نحن واولادنا. كده هي كل الموضوع. واللي بيضوا عملي بمؤسساتنا الماليه نفس الشيء. شكرا والف شكر، ان شاء الله بتسمعوا وتلتزوا فيه.